السلام عليكم. في البداية الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم غنقدم لكم واحد الصفة سهلة مهلة كتوجد بسرعة، ديال الكسكسو، ديال الطعام، أي نوعية كتحبوا توجدوا منها بلا ما نذكر لكم الأنواع طبعا اللي كترتاحوا ليها كتوجدوا بها، كتطلع الصفة ديالكم ديال الطعام ديال الكسكسو رائعة شهية متشبعوش منها الصراحة. هاد كسكسو وهاد صفة اللي غنوجد لكم غنوجد معكم الصراحة رائعة شهية. غنحتاج انايا حيت عندي ضياف، عندي كيلو ديال كسكس كما كتشوفوا معايا، الطعام طبعا اي نوعية، واحد الكاس ديال الزيت، المائدة والملح طبعا، الملح باش ما تجيش مسوسه فاش تزيدوا لها السكر وتقوموها باش تقدموها ضروري ما توضعوا الملح. المهم انا وضعت واحد معلقه كبيره ديال الملح، نتوما على حسب الذوق ديالكم عاد توضعوا الملح باش منين كديروا سكر كلاصي في وسط السفه باش تقدموها كتجيكم متعادله بين الملح والسكر. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو طبعا زياده على الماء. في الاول كما غتشوفوا في هاد الاناء عاد نوضع، انا وضعت غير داك الخطار ديال 45، وضعت فيه داك الكيلو ديال الكسكس، عاد نفتحو ونوضعو، من بعد غنضيف عليه الملحه ونضيف عليه الزيت ونبسبسو مزيان كما غتشوفوا معايا. وعاد نقدم لكم واحد السر باش كتجيكم زوينه بزاف وما تلصقش لكم منين تكونوا كتاكلوها، واخا ما تاخذوش معها الحليب او اللبن، ممكن توضعوا غير الصفه ممكن تاخذوها. الرشه التاليه هذا هو السر، الرشه التاليه ديال الكسكسو ديالكم كترشوه بالحليب. هنايا كنحاول نمزج الملحه مع الكميه ديال الكيلو ديال الكسكسو. هنايا غير داك الملح اللي مكور كنفتو وكنضيف عليه داك الكاس ديال زيت المائده وكنبسبس داك الطعام مزيان مزيان، يعني كنلبس داك الزيت لكل حبه ديال الطعام، ومن بعد كنخليه واحد شويه، ممكن تخليه ممكن ما تخليهوش 5 دقائق الا كنتو مزروبين. في نفس الوقت غير تبسبسوه مزيان، تلبسوا داك الزيت للطعام ديالكم الكسكسو ديالكم وتوضعوا الماء. هنا كما كتشوفوا معايا غنخلط مزيان، نحاول نمسج مزيان، ومن بعد عاد نضيف الماء كما كنكونوا نديروا. طبعا اي واحد كيعرف كما كنديروا الكسكسو عادي. من بعد ما وضعت الماء وصافي شرب وحسيت به نشف، صافي كنديروا في الكسكس ديالي. كنكون دايره البرمة كتغلي وكندير الكسكس ديالي فيه داك الطعام اللي درت فيه الملحه والماء. طبعا الملحه انا درت كيلو، درت معلقه كبيره، وكتوليو تذوقوا الا جاتكم بالسوسه تزيدوا، ما جاتكم هي هذيك على حسب الذوق ديالكم. كنخليه يفور التفويره الاولى، ومن بعد ملي كيفور كنزلو كما الطعام هذه. وطبعا هاد الطريقه كلشي راه كيعرفها، على ما كيفور كنولي نحطو نزلو ونوضع فيه الماء. هنا وضعت 3 كؤوس كبار ديال الماء وخليته حتى شرب داك الماء ديالو ونشف. عاد كنت مرطبه الزبيب طبعا اختياري، وعاد درته في التفويره الثانيه كما غتشوفوا معايا. هانتوما الكاس الاول، انا غنكسو بالمعلقه حيت جاني سخون بزاف.
صافي. ونزيد الكاس الثاني كيسان كبار ديال الماء، ونزيد الكاس الثالث، هنا راه مقياس كبير كيلو. طبعا هنا مرطبة الزبيب، غادي نديرو في الوسط ديال هاد الطعام ديالنا، كسكسو ديالنا، اي نوعيه جيده كتفضلوها. وغادي نديرو فور التفويره الثانيه، غنخلط هاد الزبيب. صافي، ومنين كيشرب كنزيد فوقه الزبيب وكنخلطو وكنوضع في الكسكاس. طبعا البرمرة على النار، كندير التفويرة ثانية. من بعد فاش غادي يفور التفويرة الثانية، التفويرة الثالثة، عادي ندير لها كاس كبير ديال الحليب، حيت صافي راه ما كيكونش خاصها بزاف الماء. غندير كاس ديال الحليب باش كتجي رطبه، حتى الا ما بغيتوش تدوزوها بالحليب ولا باللبن ديك الصفه ديالكم ممكن، لانها كتجي رطبه ما تلصقلكش ليكم في العنق ديالكم. كما كتشوفوا معايا صافي، غنسالي الطعم ديالي، نديرو الفور. هنا من بعد ما فور وضعت الزبيب الفوق، حيت داك الزبيب شانيش قليل زدت حتى من الفوق. من بعد ما فور عاد نوضعو في هاد الاناء. اصلا هاد الطبسه الكبير ديال التقديم هو اللي عاد نقدم فيه الحجم الكبير. هنا على ما فورت الفوره الثانيه كنجيب الكاس كبير ديال الحليب، لانه ما عادش يحتاج دابا الماء، حنا درنا له الماء في الاول. في التالي هنايا داك الكاس ديال الحليب عاد نرشو به، عاد نخليه واحد 5 دقائق 6 دقائق حتى 10 دقائق، ونولي نفورو على ما كيبرد، ونولي نفورو التفويره الثالثه والاخيره. كيرطب مزيان، ومن بعد عاد غادي نزيد فيه المكونات الاخرى منين غادي يفور. هنا كندير له غير الحليب، نخليه واحد المده، وهنا على ما كاينش في داك الحليب ويبرد وصافي، ونرجعو عاوتاني نفور التفويره الثالثه والاخيره. هنايا كنوضع الزبده، من بعد ما فور وكون عاد سخون كنوضع الزبده طبعا، وكندوق الى لقيتها خاصها الزبده باقيه ناشفه كنزيد الزبده. هنايا كنديرها باش كتذوب لانها مازال في الكسكاس. هنايا راني ذقت جاتني خاصها الزبده، وراني زدت ما حدها سخونه باش كتذوب. صافي شويه غادي نزيد السكر كلاصي ونذوق على حساب واش الملحه هي هذيك، ما خصهاش الملحه، والسكر هو هذاك كتجي في المذاق متزوجه بين الملحه والسكر، كتجي هي هذيك. الا جاتكم ناقصه شويه ديال السكر كلاصي تزيدوه، جاتكم ناقصه شويه ديال الملحه جاتكم مسوسه زيدوا لها شويه ديال الملح حتى كيتعادل عندكم الذوق. منين غادي يتعادل عندكم الذوق صافي، هنا زدت سكر كلاصي، كنحاول نمزجو في الخليط كامل، وفي نفس الوقت كنشوف الزبده واش ذابت. صافي كنستف السفه ديالي في طبق التقديم، وكنزوقها طبعا باي شيء بغيتو. هنا كان عندي اصلا كنت دايره بسلامتكم مرقه بالبرقوق والمشماش واللوز. هنايا داك خليت شويه ديال المشماش والبرقوق طبعا، واللوز معسل. اللوز حطيته في الوسط، دزت فوقه برقوقه، حطيت البرقوق هكا وحطيته، وحطيت المشماش سرحته. راني كنحط هنايا دابا هذا اللوز، هذا الزبيب، سمحوا لي زبيب معسل كنحطه طبعا. ممكن ديروا غير القرفه وسكر كلاصي كافيين، اللي كان عندكم متواجد ممكن ديروا معاه الزبيب، ممكن ديروا هاد المشماش البرقوق، ممكن توضعوا البيض ديال السمان، توضعوا اي حاجه متوفره عندكم. ما كانش غديروا القرفه تكتفيوا بالقرفه
وبسكر كلاسيك تجي رائعه لا يعلى عليها. هي في النظره فاش كديري لها داك الديكور زوين كتعجبك في النظره وصافي، ما هي كتجي رائعه لا يعلى عليها غير بسكر كلاسي والقرفه. واخا ما ديروش حتى الزبيب الا ما كانش عندكم متوفر، ما ديروش حتى فص صفه كتجي لا يعلى عليها رائعه. هادو غير مكملات فقط كتستعمليه غير الواجد اللي عندك. نص كيلو لوليداتك انت يا وليداتك عادي تاكلوا فيه وشت الخير بالصحه والراحه. نتمنى الطبق ديال اليوم يعجبكم، نتمنى ما نكونش طولت عليكم. تقسمت معكم هاد السفه لان كنعاودوها غير بالماء، وفاش كنجيو ندوزوها خصنا الحليب. الا كملنا الحليب ما نقدروش ناكلوها كتلصقنا، ولكن فاش كتعاوديها فالتفويره الثالثه ملي تبغي تفوريها كتعاوديها بالحليب كتجي رائعه، ما تلصقلك لا في عنقك لا والو واخا ما تدوزيش بالحليب ولا اللبن. بالصحه والراحه، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم الطبق ديال اليوم، ونتمنى ما نكونش طولت عليكم. ونخليكم مع الصور وهو التكميله ديال الديكور ديال هاد السفه، لانها سفه عاديه ما تحتاجش تفويرات بزاف، وفي نفس الوقت كتجي راقيه وشهيه كتعجب الكبير والصغير. انا الصراحه وليداتي كيموتوا عليها وحتى انا كتعجبني، وسهله في المتناول. تكون عندك غير زبده بلديه وكسكسو وتوجديها في اخر لحظه دغيا كتوجد بالصحه والراحه. هنا وضعت اللوز، طبعا هاد اللوز راه كما سبق ليا وقلت لكم راه كنت موجده المرقه على داك الشيء، زوقت به طبعا كما سبق ليا وقلت لكم. تكتفي غير باللي عندكم كتجي رائعه شهيه ما تشبعش منها. ونخليكم مع الصور ديال السفه. السفه كما كتشوفوا اللي كتجي شهيه رائعه ما تشبعوش منها، كتعجب الصغار والكبار. والى اللقاء والسلام عليكم في طبق مقبل ان شاء الله. نتمنى تعجبكم الطبق ديال اليوم، وما تنسونيش بالاعجاب ديالكم وباللايكات ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى اللقاء. نخليكم مع الصور. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.